ساعة ثانية من ظهيرة هذا اليوم. كما ايضا نذكر بان من حصل على المركز الثاني في الشوط العاشر كانت هي جميلة لسالمين بن محمد بن سالمين العامري، من حلت على المركز الثاني في شوطنا العاشر وفي صباح هذا اليوم. تهانينا لسالمين بن محمد بن سالمين العامري على فوز جميلة بالمركز الثاني. انطلاقنا متواصل واداء رائع هنا في عاصمة الميادين ومهرجان زايد التراث. نتواصل في ثاني ايامه وهذه الانطلاقات الرائعة والرابع من شهر ديسمبر لعام 2013 الميلاد. هذا هو صاحب التوقيت الافضل، صاحب الشوط الماضي، 7:37 ستة من الاجزاء. تهانينا والناموس على هذا الفوز لمالك ايضا عبد الله، لمالك سالم بن سعيد بن سالم الدرعي على فوز الشاهين. تهانينا والناموس، او هناك التصحيح بالفعل، للشوط التاسع كان سالمين بن محمد بن سالمين العامري. تهانينا والناموس، نسير الى المقدمة والصدارة هناك والانطلاق الاول وصدارة هذا الشوط. هناك من في المركز الاول سرابة عبيد بن ثعلوب بن علي الاكتبي من ياتينا في الصدارة، ولكن دخول من الجانب الاخر والوصول ايضا من الاسم القادم لتصل في هذه اللحظات مياسة القادمة بانطلاقاتها الرائعة. عمر بن مطر بن لاحج الهايري يصل مع مياسة، هذه هي النتيجة. النصيبة غيرت الصدارة، النصيبة انطلقت للمركز الاول. طيارة اليبهوني بدأت تحلق في سماء الوثبة هنا مع اعلام الدولة ترفرف فرحة بعيدها الوطني الثاني والاربعين. المجيد، يا سلام، الله الله الله، النصيبة النصيبة على الصدارة على المركز الاول، تأتي بهذا الانطلاق الرائع بالاندفاع الجميل. سهيل بن علي اليبهوني يتواصل، الله 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 الله، وصلت مياسة، انطلقت مياسة، مياسة مياسة. عمر بن مطر بن لاحج الهايري يصل مع هذا الانطلاق، ولكن 62 وصلت في هذه اللحظات الشاهينية. حمود بن حمدون بن علي البلوشي وصل في هذه اللحظات، ولكن النصيبة، النصيبة على الصدارة، النصيبة على المركز الأول، النصيبة في الانطلاق الأول. تهانينا تهانينا والناموس، سلام يا مدينة العين على هذا الفوز والانتصار. في خلف تواجد نصيبة سهيل بن علي اليبهوني الظهري المركز الثاني، كانت هناك شاهينية حمود بن حمدون بن علي البلوشي المركز الثالث، ايضا من وصلت تملول احمد الخميس وصويلح الهاملي المركز الرابع. المركز الرابع هناك مياسة عمر بن مطر بن لاحج الهايري المركز الخامس، وصول من خلال تواجد شاهينية ناصر بن يوعان بخلفان الشام. تهانينا والناموس على هذا الفوز. اعود هنا بالتوقيت الزمني مشاهدين الاعزاء، التوقيت الزمني مشاهدين الاعزاء 7:41 وايضا هناك 8 من الثانية. تهانينا تهانينا والناموس لمالك النصيبة على هذا الفوز والانتصار، سهيل بن علي اليبهوني الظهري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 7:42 6 من الثانية. تهانينا والناموس لحمود بن حمدون بن علي البلوشي على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثالث هناك الوصول كان ايضا مشعار بن صويلح من حل في المركز الثالث. تهانينا والناموس 7:43 7 من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار.